دحين مع الحماس يا خالي، مع الحماس يلا عشان نجلي الجلد المجاليد اليوم. اليوم عشان المتابعين، عشان انتم كتبتوا في الحلقه اللي راحت حقت الفيفا دوري المحترفين طلبت تدري على جزء ثاني، وراح نسوي لكم جزء ثاني. وانا بنفسي قلت لعبد السلام نخليها فرق سعوديه. ايوه اخذت الاتحاد، انا الاتي يا معلم، وانا اخذت النصر، هذا الهلال، وانت اخذت الاهلي. الاهلي اذا عجبكم الفيديو متابعين انشروا الفيديو في كل مكان، ولا تنسوا تحطوا لايك. يلا نبدا اول جيم، واول مباراه راح تكون بيني انا وخالي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاتحاد النصر يعني ما حط القرعة الا معاك؟ انا ودي اقابله في النهائي عشان افقع له وجهه تفقيع. انسحبوا العشبة حقت الملعب. يلا نبدا المباراة النهائية بعد خوض مشوار طويل في هذه البطولة. انا قطعت ما اعرف العب. فلت في تركيز روح هاي مرتدة. هو كده دايما الاتحاد ترى في بدايات زي كده قدم الغشيم والحم. شوف راح يفترك من هذا بترس. يلا 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 مرابي طوبة ده كبري. يلا يلا يا مرابي. يلا يلا حارس الاتحاد والله مزبوط. والله السلام ولعب مزبوط. شوف فارس فك لا فك المولد والله زي زي هدف في اليابان اعطيله اصلا مسكها ما صدق حالي. سلام ما حس مزبوط عبد السلام بقى لفك عبد الرزق. انت تنكتم ولا فك لك في وجهك ولا كيف يعني؟ روح مرتدة مرتدة استنى روح وامشي معك حجازي يا حبيبي. فين تروح؟ هدفي كرة باتجاه المرمى. ابوي فين تدري؟ والله كان هدف فرصة رفعتي هدف هذا هدف ابوي. روح بالله من عم امك مرتدة روح افلت هناك. يا سلام بديله فين مولد هاد؟ اشبه فهد اشبه فهد امشي يا مولد. يلا والله اللاعب بيشي بيشي افشح له. لا السلام اكل والله ابو الحي كفك ابوه. صدفة كمل ملفك. صدفة بيشي هيرمش ما يعرف اللي اسمه عبد السلام اشبك. صدفة صدفة قول اشبك ما اشبك. لسه جايكم جايكم في الطريق عبد الرزاق. يا ولد انا اخذت الواحد اول كان ضعيف الحال الاتحاد اقوى. انا متعود على فرقة اوروبية. اي صح بدا حجك بحجك المصري مسح السبورة يقول لك مارتينيز يا ابوي راح فارق. لا خلك بتمشي قاعد جاز هناك اديله. يلا وانتو يا سلام امشي. ما انتو مو انتو هذا وفرموزة كمان تمشينا يفقد الكرة. احنا ما عوروا من ورا؟ لا ما عور ولا شيء والله صقعوا في ركبته. روح يلا روح يا سلام يلا هدف يلا خلي هذا لا هو صحيح كده والله هدف ابوي فين التدريب راح؟ كمك والله ادري احسها انقفلت. شوف شفت الميداليه دي والله شحتك بها والله الميداليه يا راجل. الكاس من نصيبي من نصيب الكاس. لا سوني مخرف هذا شكله. لا مو سوني خلي بي سي احنا نلعب بي سي ترى. ايوه انا ايش مهار خش حرب داخل انت ابلغ غبي. شوف الدفاع انا امرني يفترك يا مايكون يفترك. لا روح اللاعب حقك رفع الشهر العام هناك الجمهور هو بوسع كور للجمهور مصاب احسن. لا افتح منه شويه هناك بيشي. يا سلام يا بيشي افشخ له يا بيشي الثاني. لا 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 خلاص جليت في عمرك خالي كما طشت بس ما في عمرك تنطش معنا ما تدهر ما تدهر والله ليش بجيب التعادل المشمش. روح يا شيخ يلا عبد السلام الثاني. لا انا مو كعب مو كعب شكلك دافع فلوس خالي بالانصاص بس عنده اي كل انصاص انا. يلا هذا الهدف ان شاء الله هذا من دحين هدف. قول لك
يقول لي بوجهك عبد السلام، ليش شايفني فاضع عندنا شايف مفلت شايفني؟ السلام من ديك عبد السلام، بس شوف جبال كنكو وريني ايش بتسوي. ايوه تكتكه لمين تلين يصفر الحكم. ايوه هنا هنا ما اللعب محفوظ من الاطراف لعب. لا مو اطراف، قلت من دون ما يمديك من الوسط راح عادي. لا تاخرت شويه كنجر اجاز هنا مدرك ام الدفاع مدركه. الحين شوف روح هناك امشي روح عبد سعود عبد الحميد. اه شوف وش عليه سلام الله يفتش البروف الجيش هناك رومارينو عدينا بديش بس خلاص سلام لا تلعب والله ممكن تسوي تفقيش يا هاي ما تفقيش يكتب الواحد تحرك هدية ما دام فيه تفقيش يا واد روح جيب المكركون خليه هنا نشتغل لهم تربيت بترزق في يد ثاني ما في يد ثاني ما في احتمال تنكسر هذه براس احد صدفه عبد السلام خلاص تلعب هاي عزيز له يلا عزيز له عبد السلام عبد السلام عبد السلام يلا عبد السلام قدام يلا عبد السلام شوت احسن احسن يلا ان شاء الله الدقيقه دي من نصيبي ان شاء الله دقيقه انت تسوي لك الدقيقه هذه انا قال اجيبها لفين بس عارف الحرف ما اجيبها لفين يلا هاشمتي هاشمتي الغير صيح زين حميد هيا هيا ضيعها ايوه ايوه شوت يا اخي روح فارق يا شيخ افكك من الوجه والله قهر والله قهر اللاعب من صوته انفجع ما عارف يشوط ولا والله انا شفت مرة ضايع برا من هذه المواجهه كفو يا التحديد النهائي ان شاء الله باذن الله نجيبه السنه هذه المباراه اللي بعد الحين عبد الرزاق وعباس وانا المعلق حق المباراه بسم الله تبدا المباراه عمر السومه طبعا دوبه مجدد العقد حقه مع الاهلي حالهم حيصقع في الهلال كذا حاسس انا اوف اوف يا ابوي ايش الخشب هذا والله لا سريع اللعب عندهم ليش النصر معطين خليه ضعيف كذا ولا انا ما اعرف العب سالم الدوسري روح سالم الدوسري روح انفلت والله سريع راح سالم هذا مو الهلال ده برشلونه ده الله ولا ابو روبرتو باجيو زي شو كذا كانت اصبر كانت بس جوفينكو هو مصاب ما قدر يرفع رجله من كثره والثاني فشخ له كوبري روح مين هذا اللي روح عبد الرزاق مين ما وشاور هذا الهار مؤشر شوت في فار الفار يحكم انكتب تسلل والله حسن والله مباراة حامية بين الأهلي والهلال لا شوت اداها عبد الله مين دول لعيبة سكويلار انا ايوه شوت لا تشوت لا تشوت لا هدف يلا جول افرح له ان شاء الله يصدق ادعس ايش الفراري ومعك يلا يا قمان يلا يا قمان والله الثاني نهاهم الاسد ما راح اقطع في وجهي انا اقطعك تقاطيع اسوي بك على الصاج اقلقلك شكلها حتكون ثلاثة صدفة هناك والله كنت هذا اللاعب مصاب يمين هذا اليمين بتلعب طلعه مصاب طلعه راح الكاريلو راح وجوفينكو راح دقيقة 66 وصلت وانت قاعد والله راح الشهراني روح عباس افشخ الثالث شوت ايوه فلسف قوم شوت القنبله الذريه فشخوا بثلاثه خلاص وصار الليل يا ابو ثلاثه اخر حكم بشاش صفر صفر الف مبروك يا عباس مع اني ما كنت بفوز ودحين المباراه النهائيه التي تجمع بين الهلال والاتحاد طبعا الهلال مين هو عباس والاتحاد
انا لقيت هنا ان شاء الله ما يفوز زين وهو زلمي والله لا تفوجك عبد السلام شوف يا لد ردوا علي اذا ما سكرك ثلاثه اليوم شفت الكاس ده يا عبد الرزاق عباس الكاس ده شفته في الجيب هنا يلا ديكسي يحدث هنا والله كابتن ماجد الكابتن ماجد اول ما دخل وشوف قصه ليش خارج عنده هنا خايف ها خايف شوف المولد انفلت فل وين ان شاء الله ما تجي يا الله يا تروح انت فارقنا يا الله اكسروا اكسروا كسر لعبك اقول له روح المولد انفلت فلتة اكسروا اكسروا عبد الرزاق عباس اكسروا 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 افشخ ابوه يا الله ايش بطل يا حارس دافع دافع مضبوط عبد عباس تبي 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 افشخ اهزم وشر هزيمه يبدو مراوح مدري هو داخ دايخ دايخ مثل الداخ جيب له في المدون كريم الأحمدي حلو يا رب ما تجي شوفها شوفها لفشخ له قدم يا أبنى شوف اللعبة الإتناوي يا أخ هذه معروفة المولد رفعات الصيخ هذه حقته هي معروفة دحين مسوي فاهم انه ده صدفه ترى الكمبيوتر قاعد يلعب مو هو اسمه تمرين لفه الصيخه السيريه اسمه كده لفه لفه بالله شوف الصيخ كيف ترى شاده ترى بالصدفه جاي فشخ وفشخ قدم الغشيم والحب ايوه قدم الغشيم اقول لك الكاس في الجيب هنا هنا في الجيب يلا العب العب في الجيب المشقوق اي شو انت صفر خلاص تبدأ المباراة الثاني في هذه الحين اشتغل ايش الحركات هذه اشتغل بكفور فيرا الحين بس اطير في الكوره يا حكم والله صقعوه بالزنوبه في رجله ما بعد بالزنوبه لا بالزنوبه هذا اللاعب اسمه حمرا كانه زنوبه حق الحمام لمسها تدخل يبعد الكره روح امشي شوف نحن اساس الكورة يا ولدي ايوه اساس الكورة جيبوا فهد المولد لما يفصقعك صقع يفصقعك اذا فلت مالك ابغى اغبر عليه لا تبغى تكتب لي معاه ربو انا غبر عليه عشان ما يشوف عشان يشوف بابا عباس خطة سرية غبرني على خالي ودي الحين الضرب وش هالشيء كل من الريحة زي وجهك يا شيخ هذه خالي بريحة التطلي تطلي مين تطلي؟ تطلي مخمي ايوه وريك ايش بك انت؟ فويقة فويقة مع الهزيمة جات فويقة فتر وضارب كابلي ولا كابلي الفوز المفضل عندي حتى اوله ناوله يا الله البريخ في السحبات معروف انا معنا يوز كأنه ضفدع نقز على الكورة راح بيشي والله حريق الاتحاد يلعب لا 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 حرام يا رومارينو ما يروح ما يروح ما يروح ما يروح معاك زيارة الصحفي اكفش رباط صليبي قصه ما عندك مشكله قص يا الله كيف يعرف كثر مني دبوشي كنه دحين بيمسك الوسط كذا ويديك ان شاء الله يا شيخ روح بالله حرام الكاس ده روح ما يستاهل ايش البقعه هذه ايش البقعه هذه ايش البقعه يا هو انا الساحر ده شو السحرية حقتك عباس بطل بطل يا زياد الساحر لا يلا بس بس الاذان جاي والله سجل هدف بس قهر في عيني بك مجنون ما عمرك شفت قصانه ولا كيف يعني معاه يلا وجا غزال خل شوي طيب ثاني جيد يلا يا رب الثاني كمان شوف خالد يمكن دموع وانتو وانتو يلا 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 ايوه ايوه حجازي حجازي يا حكم شوف كيف نتج نتجه كمل يا حكم حجازي لا يا فهد المولد يا فهد والله خالد خرب علي الدرجه يا الله امالك بيجيب العيد تاع على ابوك انت واد انا كاتب لكم مصمخ دحين مسكين فرح قبل الهدف من الهدف انت عايز عباس في كل قلبك ايوه ايوه خرب على خالي خرب على خالي والله يا سلام روح يا خرب خرب فتروا ساحر هذا شركوا فيه كمان شركوا فيه قصوا والله وربك تعب خشب اتحاديه خشب نحن قص ابوه قص
ضربه حره للانتحار. فزت ولا لسه؟ لا لسه ما فاز، ما فاز. ايوه ما بيصفر الحكم، ها حاسبها لسه ما صفر. يا سلام الكرة عندي، ضيع وقتي ووقف احجازي كده، تكي واشرب الشاهي وخل لك سندويش طعم. خش عليه، خش عليه عبد الله. الرجال قرب، الرجال قرب. ايوه فاز. يس. لا ما تاخذه، شيله شيله من قلبي. اكسره 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 دحين. اكسرك ما اجيب الكاس. لا لسه، خلينا نوريهم كيف استلم. لا تتويج هناك، هناك مو تتويج ولا التفقيع قصدك هناك. يتوجك هناك يلا. والان تتويج المهزوم وفايز القلع. المهزوم اديله تتويج المهزوم. الفايز القلع ما مشي، قلع قلع وجهه المركز الثاني. والآن الفائز في هذه المباراة عباس. انت حاجه متخيله اول اكاس حاجه ومنى صورنا هون على طلتك صورنا. شو ماسك كانه قدر قدر بيد كفرت مسك هو كده زي التميسه اهو كده. يلا واحد اثنين ثلاثه. اوه يلا يلا افرحوا خلوه خليك انت شويه ما افرحوا والله هتكسر. مركز الاخير مايستر. لا لا صار كده فزمتوني. لا مركز الاخير هذا والله ما في عشاء عبد السلام. لا تنسى ولا تحط تنشر الحلقة في جميع أنحاء العالم، ها وصونا ترند الأول بالله تكفى. ديك جابت على الخامس نبى الأول نحن يا ولدي. بيتك أنت متابعين، انشر الفيديو في كل مكان وحطوا لايك وحطوا لايك كتر لايك كلكم حطوا لايك. عشان إيش؟ عشان نصير لكم حلقة. تبغون كمان نسوي حلقة كمان تحت يا زي كذا تموت في التعليقات. ايوه بالله تكفى. ايش اسمك تشحت شحت؟ لا لا متابعينه ما يشحت حبايبنا. هرك كانه بيشتري سندويشت كتر شطه يا ولد. ايش اسمك انت؟ لا وكلمك عبد السلام كثير الكلام. احب اسهر ومنام واحب رجل دام. ومهزوم ابو ثلاثه. سلام. مع السلامه.